القدس. وفي الإمارات وتحديدا في دبي، غيرت كورونا من إيقاع سوق البهارات الشهير، الذي هذا السوق اللي طبعا غابت عنه بهجة رمضان وقلت فيه الحركة طبعا مقارنة بالأيام اللي فاتت والأعوام الماضية. طبعا بالعادة تكون هناك زينة في الشوارع والأزقة والمحال بلمسات رمضانية مألوفة الشكل يا باسل. سلطات دبي رؤى وضمن إجراءات رفع القيود على المنطقة التي تقع فيها السوق القديمة أعادت فتحه بعد إغلاق استمر لأسابيع. كاميرا الحرة تجولت في السوق ورصدت حالته في زمن كورونا. إلى هذه المنطقة يأتي بعد قرار رفع القيود عن الحركة فيها. هنا يقع أحد أكبر وأشهر الأسواق الشعبية في دبي، السوق الكبير ديرة، بجوار سوق الذهب ومجموعة أسواق تراثية وشعبية أخرى. السوق الذي يقع على الضفة الشمالية من خور دبي يتم استيراد كل هذه البهارات من جنوب وشرق آسيا، من الصين، من الهند، من باكستان ومن إيران، وحتى من دول عربية منها سوريا ومصر. جولتنا في سوق العطارين هنا، الحاضر الأقوى رائحة هذه التوابل والبهارات التي تشتم من تحت الكمامة في زمن كورونا. أما قبل الجائحة وفي مثل هذه الأوقات وخاصة في شهر رمضان، عادة ما يزدحم سوق البهارات برواده، وهو السوق القديم والشهير الذي يعود تاريخه إلى نحو ما يقارب أكثر من 100 عام. على الرغم من إعادة بث الحياة في سوق التوابل والبهارات العتيق هنا في دبي، تظل عيون التجار هنا تترقب الأيام القادمة وما تحمله من إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها كاملة. مصطفى سبحان، الحرة، دبي.